الشواطئ عندهم واجد حليوة يعني على مستوى مسوينها. منطقة في السعودية بحرف الهاء. مو مدري. مسجد قبة. عملة سعودية بحرف الهاء. هلا لا. دالوة دالوة. يعني إذا نروح للمسجد النبوي. ما سكت يتوهقنا. اسم منطقة في السعودية بحرف الدال. دمة. مالك فهد. ما أدري والله. كل شيء راح من بعدي. السلام عليكم، وياكم عبد الرحيم في برنامج الاسطرلاب، ياخذنا من جديد الى السعودية. خلنا نشوف الشعب البحريني في معلوماته عن السعودية وتغزره عن السعودية، وخلنا نشوفكم انتون يا جمهور. قبل ما يجاوب الجمهور اللي عندنا، انتون جابوا في التعليقات ويش الجواب او ويش المعلومة في التعليق، ويعطيكم العافية. ابو احمد، ويش معلوماتك عن السعودية؟ السعودية شنو فيها من ناحية تسوق، سياحة؟ يعني عندك معلومات عنها كافية زينة حلوة؟ اي والله، في يعني مثلا اذا تروح الدمام الخبر، التسوق هناك وايد حليو، الشواطئ عندهم واجد حليوة يعني على مستوى مسوينها حق السياحة حق السياحة. اي عندك معلومات عن السعودية خفيفة؟ ها؟ شوي. اسم منطقة بحرف الهاء في السعودية. حجر. شنو؟ حجر. حجر. الحفوف. مو مدري. ليش ما سمعت؟ لا مو سمعت. هذيك أبو جاسم. لا. حميمة. منطقة حميمة. شي سمعت؟ حميمة. إيه سمعت أنا. حميمة. حميمة أو حميمة شي. متأكد حميمة؟ لا والله متأكد. إلا يقول جمهور حميمة فيه، بس اكتب لي في التعليق تحت حميمة صح. منطقة بحرف الهاء. هجر. كان هجر حرف الهاء. ما ادري بحرف الهاء ما اتذكر. كلش لو فيها هاء بعد بقول سيهات، لكن بدايتها هاء ما اعرف. بس المنطقه في السعوديه بحرف ما سكيت توهقنا. حرف الهاء والله ما ادري، ما عندي فكره. كلش ما عندك فكره بحرف الهاء؟ حرف الهاء ما ادري والله. سهله وبسيطه. انت هاجرت احد قبل؟ كيف يعني؟ هاجرت احد قبل؟ يعني هاجرت من منطقة او شيء؟ ها حرف الهاء. بحرف الهاء الهفوف. الهفوف. عمي عندك غير الهفوف؟ لا ما اعرف هذا. الهفوف. الهاء. ما ادري والله الحين كل شيء راح من بعدي. الهاء ما تعرفون؟ عمي اي واحد عنده معلومات عن السعودية اكتب لنا في التعليقات. شركة في السعودية بحرف الميم. مشهورة. مراعي. مراعي مشهورة. نار على علم على قولتها. ايش اسمه دي نسيته. هذا اللي هذا في مال البترول ما ادري ايش. وشو؟ نشرب حليبها، نشرب اللبن، نشرب العصير. مراعي. المراعي. ما شاء الله عليك عمي. ملك في السعودية بحرف الفاء. فهد. فهد. حرف الفاء. ايه مش ساعدني الهراب. ايه خلاص اشتغل. فاروق. فاروق تعال. فيصل بن عبد العزيز. فيصل بن عبد العزيز. قبل فهد وقبل خالد. قبلهم يعني. ايه. قبل كم؟ ايه في فهد فقبل بعد فهد يعني كان. اها السعودية. فهد. فهد. عندك اسم غيره؟ فيصل. فيصل. من فيصل. حلو حلو. الملك فهد الله يرحمه. انزين فهد بعد من هو؟ فهد. الملك فهد. الملك فهد. الملك فهد. الملك فهد. 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 غير فهد ما في؟ كلش. عملة سعودية بحرف الهاء. هللة. هللة. وشو؟ هللة. لا هللة. حلو. الهالة. الهللة. 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 هللة. 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 هللة يا عمري. هللة. 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 عملة سعودية بحرف الهاء. هللة. هللة. عمي قوي فيها، أنا توهقت إياك صراحة. قوي في السعودية. حبايبي من السعودية اللي تابعتونا وعجبكم الفيديو، لا تنسون تفعلون الجرس أو السبسكرايب أو الاشتراك حق يوصلكم كل جديد من عندنا. اسم مسجد في السعودية طبعاً الكل يروحه، مسجد في السعودية بحرف القاف. قباء. قباء.
حرف القاف. ايه. مسجد قبة. مسجد قبة. مسجد بحرف القاف. ايوه. مسجد نزور اي واحد يروح السعودية لازم يزور. قبة. قبة قبة. حرف القاف. الأقصى. مسجد الأقصى. مسجد الأقصى. ما يصير الأقصى مو السعودية. الأقصى السعودية. وانا. بحرف القاف. ركي. القاف. مسجد بحرف القاف السعودية الكل يروحون. شكله. مسجد قبة. مسجد قبة والله ديبان. مسجد في السعودية بحرف القاف. قبة. قبة. اسم أسطوري لاعب أسطوري في السعودية بحرف الياء. أسطوري. أنا متأكد 200% تعرفوه، كل اللي يتابعونه حين يعرفونه من سعوديين وبحرينيين. حرف الياء؟ إيه. قبل يلقبونه القناص. ما أدري والله. كلش؟ ما أطع كورة أنا. كلش؟ والله. إلا عرفه اللاعب اللي يتسمى بالقناص، بس اكتبيه في التعليقات من هو اللاعب ده القناص. ما الهلال. من بس ما أدري أسمراني كلمة. اسمراني اسمه؟ ما ادري. لا لا هو لا لا شنو اسمه؟ ما ادري. ياسر الدوسري. ياسر الدوسري؟ ايه. ها؟ ياسر الدوسري اكيد؟ اتوقع. انا عندي لاعب اعشقه في السعودية يلقب قبل بالقناص. سلمون. سمعتون عنه؟ لا ما سمعت عنه. ما تابع القناص. ما سمعت عنه؟ ما نتابع الدوري السعودي. كلش. ياسر الدوسري عندك. ايه. أتوقع أكيد. اسمه أتوقع 100%. إيه. أنا أعرف واحد اسمه ياسر القحطاني في الهلال. معلومات اللي عندي إياها ياسر القحطاني في الهلال. اسم لاعب مدام صوبك لاعب اسم لاعب خطير أسطورة في السعودية. إيه. بحرف الياء. حماس. حماس صوبك. يلا خلنا نأخذ جائزة. طائرة لو قدم لو. لا لا قدم. يوسف الثنائي. واحد يلخبونه بالقناص ما تعرفه. ياسر القحطاني. الله ياسر القحطاني. ايوه. من بعيد جابه. اسم منطقة في السعودية بحرف الدال. دالوة كان. ها؟ دالوة دالوة. الدالوة؟ ايه. انت رحت الدالوة قبل؟ ايه رحتها هي نبوة واحدة. رحتها؟ ايه. وايش فيها يعني وايش يسوون فيها هناك الدالوة؟ ما هذه منطقة قديمة والظاهر عندنا يعني رايحين احنا يعني منطقة كان مثل ما تقول مساجد وهالشكل وتعرف على معالمها بس يعني. اها انزين نطوف. اسم منطقة في السعودية بحرف الباء. الباء. ابها بالالف. لحظة الباء. ايش رايك بحرف القاف احسن؟ انزين حرف القاف. قطي. من عندك؟ القطي. اسم منطقة في السعودية بحرف الدال. دمام. دمام حلو. منطقة في السعودية بحرف الباء. باء. بريدة. بريدة اكيد. بريدة. بريدة ايه. 100%. 100% بريدة. انزين بريدة. بسهل لك اسم منطقة في السعودية بحرف الراء. رياض. الرياض. أمر عليك عم عندك شي غير الرياض؟ لا. أحبائي المشاهدين خبرونا وين حابين يكون الاسطرلاب في حلقاتنا القادمة. كان ياكم عبد الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.